الفراغ، وسمعت باللي هاد البيرو ديال اسرائيل كيطلبوا العمال، جيت باش نسولت انا على راسي. كندير البناء انا، شي سمعتو وجينا باش حنا ندفعوا بحالنا بحال عباد الله، باش نحسنوا الوضعيه ديالنا شويه، نكونوا في المستوى. كندير نجرات الالومنيوم. انا وصلني الاخبار على صب على من الواتساب من الاصدقاء ديالي، وداك الوثائق اللي وصلني من الواتساب هما اللي جبت لهم. كيطلبوا حسن السيره، سجل العدلي، شواهد العمل، فوتوكوبي لا كارت، ست تصاور. بصراحه سمعت من واحد القناه كاينه في اليوتيوب، لقيت منشرين المعلومات وحاولت نسول تاني. انا الهدف ديالي هو نمشي نكسب واحد الخبره كبيره، عندي اصلا خبره في المغرب هنا، وبغيت ندير واحد تجربه اخرى من اسرائيل في دوله اسرائيل، ونجيبوا شي حاجه اللي ينفعوا بها البلاد، اللي كانت حاجه نتعلموها تما ونجيبوها لهنا، شي حاجه اللي نفيدوا بها البلاد ونفيدوا بها راسنا ونحسنوا الوضعيه ديالنا ان شاء الله. لا انا غادي نمشي باش نخدم، ماشي غادي ندير مستقبل انا، قد اسرائيل قد دوله اخرى ما عنديش مشكله انا. باقي ما جمعت والو تساعد، يلا غادي نجي نسول دابا. وانا مستعد، علاش لا؟ ما كاينش شي مانع، با ان سيبير غادي يبلوكوني انا باش نمشي، ولكن سي نورمال. الناس كيجيو كيدفعوا هنا لاسرائيل، بالنسبه للانسان يجي يقلب على راسو ماشي عيب، فهمتيني؟ يعني كاينين تبارك الله هنا شباب كيضلوا النهار كامل وما كيدفعوا سيفيات، ولكن لا منادي ونادي، راكم عارفين الحال كيف في المغرب، كاينين دراري اللي كيبغوا يدبروا على راسهم كيبغوا يمشيوا لاسرائيل، والاسرائيل ماشي عيب، الاسرائيل فيها خوتنا مغاربه من زمان هما خدامين تما، يعني ما غيمشي المغربي ماشي غادي يمشي على اساس انه غادي يتحارب ولا فلسطين ولا هذه اللي بعد الاسئله اللي كتجيو كلها حرام ان الواحد يمشي لاسرائيل ما خاصوش يخدم تما. بالعكس راه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بانه كيتاجر مع اليهود، يعني انسان يمشي يقلب على راسو عادي، ومن غضرب واحد عام ولا غضرب واحد عامين غتجي المغرب، فهمتيني؟ غدبر على راسك، غدير شي بيعه وشراء ولا غدير شي محل ولا غتجي تاخذ تسكنه. المهم انت اخويا راك عارف من احسن الانسان، انا كنقول اللي عنده شي حرفه عنده شي صنعه يجي توكل على الله ويجي يدبر على راسو، والله يسهل الجميع. باغي الحريفيه، وبالنسبه للحريفيه كتمشي خويا تما، يعني الباترون ديال تما كيشوفك الا كنتي حريفي راه كيشدك، ما كنتيش حريفي راه كيرجعك اخويا البلاد، يعني الانسان ما يخاف ما تيش حاجه، يتوكل يجي يتوكل على الله ويجيب السي في ديالو، راه كيشوفوا لك السي في، كيشوفوك حسن السيره ديالك، كتحسن السيره ديالك مزيانه راه كيصيفطوك، كتحسن السيره ديالك ماشي هذيك، راه كتبقى في البلاد، والله يسهل الجميع اخويا.